قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. بالإنابة عن جامعة المنصورة وبالأصالة عن نفسي، نرحب بحضراتكم جميعا في رحاب جامعة المنصورة. تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالأبطال والشهداء، وتحيا ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة في مثل هذا اليوم من كل عام. في مثل هذه الأيام ومنذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارا. يذكر الجميع دائما بأن هذا الوطن قادرا على فعل المستحيل، وأن روح أكتوبر كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل. وهنا يأتي مسك الختام لاحتفالات جامعة المنصورة الرئاسية بانتصارات أكتوبر، باستضافة أحد رجال القوات المسلحة البواسي من مواليد مدينة بورسعيد الباسنة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1963. قال عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه كان قائدي عندما كنت ملازما أول في الكتيبة، ويتمتع بسمعة طيبة وقدرة علمية معروفة، وتعلمت منه حل المشكلات بحكمة وهدوء ويسر. ألا هو معالي اللواء الدكتور سمير فرج، فتحية تقديرا وإلا بسهر. الفرحة تتأجج في الصدر عندما سمعت وأسمع دائما ما نشر وما يقال عن حرب أكتوبر. هذه الحرب لو أننا نظرنا إليها نظرة دينية لوجدناها شبيهة بغزوة بدر، عقيدة تمثلت في قلب مسلم ومسيحي في أرض معركة السادس من أكتوبر كانت نتيجة. احتفالياتنا بمصر أكتوبر لا تكتفي بس إن احنا مجرد بنتفاخر بهؤلاء الأبطال، لكن يحضرني قول الرئيس الراحل السادات في خطاب مجلس الشعب والشورى، خطاب النصر يوم 16 أكتوبر 73، قال فيه: ربما جاء يوما نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، بل لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وألامها، وأيضا حلاوة النصر وأماله. دكتور شريف خاطر، الأخ والصديق الغالي اللي مجنني إن أنا أقعد مع أولادي النهاردة وأقول لهم نصيحة من أب لأولاده فعلا، وهبرهن لهم على إنهم ما قدامهمش غير حاجة واحدة بس: الكفاح ثم الكفاح ثم الكفاح. قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. أمام قوات الدفاع الجوي اللي قدرت تحقق السيطرة التامة على سماء المعركة. عشان تحس بحلاوة النصر تشوف الهزيمة. احنا في 67 أخدنا هزيمة، العدو الإسرائيلي سماها حرب الست أيام لأنه استولى على كل اللي هتشوفه دلوقتي في ست أيام. في الحرب دي اللي قعدت ست أيام اللي بيسموها حرب الأيام الستة، إسرائيل استولت على إيه؟ سيناء بالكامل. الضفة الغربية كانت تابعة الأردن، هجموا على الأردن وخدوها، الجولان خدوها من سوريا. طب النهاردة بقى ما نقول إن مصر عظيمة سيادة المحافظ إيهاب. عظيمة ليه؟ لأن البلد الوحيدة اللي رجعت أرضها مش ناقصة شبر هي مصر. تعالى شوفوا الجولان النهاردة، الضفة الغربية واخدها إسرائيل، وصدقوني سنتين تلاتة مش هيبقى فيه ضفة غربية. كل أربع أشهر
نتنياهو بيعمل مستعمرة مش هيلاقيها بعد كده. بتقول ان المصريين الجيش المصري اتهزم في حرب 67 لكن مصر وقعت؟ لا. ليه؟ لان في شعب في مصر يوم 67 9 يونيو عمل مظاهرات بالملايين ورجع كمان عبد الناصر وقف معانا مع الجيش، عشان كده مصر وقفت قوية. بسم الله.